اهلا وسهلا ومرحبا. الان كنتواجدوا بمدينه العلمانيه، مدينه فاس، وبالضبط بسوق الرصيف. جينا باش نشوفوا احسن شواي في العالم. في العياشي سوق الرصيف المدينه العتيقه، مرحبا بكم عندنا. هذا سوق شعبي اللي موجود مدينه فاس، ما بين القرويين، ما بين العدود القرويين والعدود الاندلس. هو سوق حي يتواجد به ويتوافد كل يوم، الحمد لله، السياح الاجانب والسياح الداخليين تياكلوا ماكله طريه ونقيه، وفيه الشهيوات ديال فاس علاش ما قلبوا. حب الملوك، عندنا الخليعة البلدي، السم البلدي، عندنا لو شامو الجمل، هو السي عمر بن كيران سيدي الجمل. عندنا جميع الحمد لله اللي بغاو تشهاو. مرحبا بك، انا نائب رئيس الجمعيه ديال استاذ الاسواق. نعم، تبارك الله، المدينه شاسعه استاذ، كتعرف بان هذه المدينه اللي في العالم، اللي انك ما تخرجش للشانطي وتاكل وتشرب وتدخل الحمام، هذه راه من بين المعلومات، هذا راه تراث. هذه المدينه يعني راه شاسعه الاطراف، ماشي انت تتواجد. نحن شوف استاذ، نحن تربينا وترعرعنا في دروب في الغبار والنقاع ديال مدينه فاس، شربنا ماء الواد وماء العين. عاد جات الاراضيف وهذه، عاد جات الوكالات. نحن تربينا وترعرعنا في الدروب والطبيعه. بالضبط، نحن نشأنا بالطبيعه ديالنا. بالضبط، بالاحياء. الاحياء، لا قلنا الاحياء ربما الناس غتغيب عليها، ولكن نقولوا الرصيف، نقولوا طريق جديده، المخفيه، مسموده، واد الزيتون. لان واد الزيتون هو الفرق ما بين العدود الاندلس والعدود. المدرسه اللي قريتي فيها الابتدائي. الابتدائيه ديالي هي بالغازي. وكانت حداها المدرسه الابتدائيه اللي حداها مدرسه العدوى. كانوا كيقولوا هاد الناس فاش كيعرفوا هاد المثل، لا كنتي عدوي دوي، الا كنتي عدوي دوي دوي. مرحبا بك عندنا. نشوفوا المحل ديالك. مرحبا. نعم اسيدي، مرحبا. نعم، السي العياشي هو الشواي اللي معروف في الرصيف مدينه فاس. هاد البلاكه ديالك هاد. اذا هاد المحل، اذا هاد المحل ديالك، هاد المحل هذا هو المحل ديال الشواي. العياشي معروف على صعيد المغرب وعلى الصعيد الدولي. الحمد لله، انا راه في داك تريفايزر راه عندي التعليقات، لي كومونتير ديال السياح الاجانب اللي كلاو عندي هنايا، وبزاف جاو عندك. ممثلين مشهورين، ممثلين، وعندنا اللي جاو داروا روبورتاجات في الماكله ديالنا الشعبيه وكلاو عندي هنا. تبارك الله، دايرين بهم داكشي، يعني عندهم مشاهده كبيره. شحال عندك تقريبا في هذه المهنه هذه ديال التشويت؟ المهنه ديال التشويت 20 عام. 20 سنه. 20 سنه هي في هذا المكان، ولكن انا عايش في هذا الرصيف اكثر من 40 سنه، انا من 7 سنين ولا اتوافد الى الرصيف. الدراسه وهذه السنه كنت كنقرا السنه الجامعيه، وكنهبط نمارس التجاره داخل مدينه الرصيف. هذا يعني اغلب، الحمد لله، اغلب الناس اللي قرا راهم كانوا كيمارسوا التجاره ويقراوا، وتيوفقوا ما بيناتهم بجوج. اذا انت هنا بهذه المنطقه هذه عندك علاقه، والناس كيعرفوك. عندنا علاقات طيبه مع السكان، وعندنا مع التجار، مع الصناع، مع الحرفيين، عندنا مع السلطه المحليه، مع الحمد لله حنا كجمعويين كاين الحمد لله تفاعل، كاين اصداء. هاد سوق الرصيف هذا بعيد شويه على المنطقه ديال المدينه ديال فاس. بالعكس، هو اللي داخل، المداخل كتختلف. انت دابا دخلتي واحد، دخلتي ربما بوجلود. لا، بغيت نقول لك مثلا الشارع الحسن الثاني. يا استاذي العزيز، نحن نقول بين دروب المدينه العتيقه، والمدينه العتيقه شنو قلت لك؟ هي انك ما بين بوجلود، ما بين مولاي ادريس، ما بين مولاي ادريس سيدي احمد التيجاني. اذا هادشي اللي كتقول لي دابا هما فاس. هذا هو فاس الحقيقه. اما هذيك شنو سميتها؟ سميتها المدينه الجديده. المدينه الجديده. والمدينه الجديده فيها الشانطي، فيها الوكالات، يعني هادشي معروف على الصعيد. الاداره دائما كانت كتصوب وكتبنى على برا. نقول مرحبا بالزوار الكرام من داخل المغرب وخارج المغرب. مدينه فاس مدينه العراقه والاصاله والذخائر الفاسيه بجميع الانواع ديالها. ما عرف الانسان ولما لم يعرف. دابا الان الى زيت كي عندنا عندي واحد السيد، شكون دابا اللي عنده الباكور؟ ها هو ولا انت كليتيها دابا نتايا. نعم. شوف الملوخيه، القرعه السلاويه، القرعه التخريفي، سوق حي. قد اي حاجه بغا. بطبيعه الحال، لان اللي شوف من الطبيعه ديال فاس الكرم، الطبيعه ديال المغاربه كامله، الكرم والمساعده. نحن في خدمه ديال الجميع، نحن كالاخوه، والاخ الاخ كالبنيان المرصوص. حنا كنا خوت الحمد لله، واللي جا مرحبا به، اللي جا ياكل ويشرب عنده، ما عندوش مرحبا به. تقدر تخلي التليفون ديالك الناس يتكلموا معاك؟ مرحبا، ما عنديش المشكل. شي واحد يبغى يجي لهنا ما عرفش فين، يقول لك راه 15 معاك. مرحبا، بالعكس، نشريوا له اي حاجه من البلغه. لا،
العياشي اليعقوب الرصيف الشوي اللي في الرصيف معروف على صعيد مدينة سيار 06 68 68 59 94. كان معكم السلعياشي من سوق الرصيف والعياشي هالمشيشة ديالو؟ هالمشيشة باش عرف بأن كاين الأمان هكا كتحيي النهار كله. سبحان الله، سبحان الله، تبارك الله عليك سعيد.